أنا في أستراليا مستأجر قارب $120 والجو مرة حلو وماخذ كوب عصير $13. شوف كيف الرخص والجو مرة حلو هنا. شوفوا من قدام كيف، شوفوا واو. لا تفوتكم، باي. كلنا هنخس مع الحج أبو راس، هنلاقي الجهاز ده في الجيم، هنروح نحجزه ونقعد عليه ونتشقلب 360 درجة، يبقى رجلينا فوق وراسنا تحت عشان الدهون تنزل على دماغنا ودماغ اللي جابونا، ونتشقلب ونقع على الأرض، وكده يبقى خسرنا تقريبا 50 كيلو. كلنا هنخس مع الحاج أبو راس. Oh my God.